الحمد لله على السلامة. العملية الحمد لله اتعملت وبنجاح. ايه اللي هيحصل بعدها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد هشام ودي قناتي قناة ام هتشات. اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن ما قبل العملية وخلال العملية. الحمد لله العملية تمت على خير. العيان دخل خلاص الغرفة ومستني بيشوف ايه اللي هيحصل تاني يوم. سواء روح، لان في بعض الاوقات او في اغلب الاحوال في عمليات العيون وخاصة المياه البيضاء ممكن العيان روح، وساعات بيبات بس ليلة العملية، يعني ممكن وممكن، بس في الغالب بيعمل عملية وبيروح. العيان بيكون حاطط الشاشة على عينه، خلاص خلص العملية، وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت اخر حاجة بيكون غطت العين بشاشة او بشيلد او يعني بواقي، يتم بيه على العيان. نشوف العيان تاني يوم الصبح اللي هو اول متابعة بعد العملية. طبعا بكرر تاني يا جماعة، التعليمات دي واللي فاتت وكل حاجة ده الحد الادنى والاساسي. اي اختلافات مع اي طبيب ده على حسب البروتوكول اللي هو عايزه او تفضيل منه انه يزود او يقلل، والحلقة دي بالذات على كده، يعني دي اكتر حلقة يكون فيها اختلافات الى حد كبير، ولكن انا بقول التعليمات الوسطية اللي تقريبا يعني مش هيخرج عنها اي حد. ممكن في بعض الحالات زي ما بقول دايما ممكن يكون في زيادة في التعليمات على حسب نوع العملية، على حسب مجريات العملية، على حسب المريض، على حسب ايه اللي حصل، على حسب الطبيب، كل ده يعمل شوية اختلافات، ولكن هيكون في حاجات اساسية. انا دايما معايشكو كده معايشة للي بيحصل، تخيلوا معايا وبعدين تشوفوا الامور هتمشي ازاي. كل بقى واحد مع طبيبه الخاص، ربنا يا رب يشفي الجميع، ويعني ربنا ما يعرض اي حد ان هو يحتاج اي دكتور يا رب على طول. زي ما قلت خلاص العيان خرج من اوضه العمليات وهو مغطي عينه. في الغالب دايما بنتسال طب الغطا ده، لا الغطا ده بيفضل متساب لغايه تاني يوم، من غير ما بتشالش خالص، مفيش علاجات، مفيش اي حاجه لغايه ما بيتكشف تاني يوم. مع اول متابعه الطبيب بيشوف العيان تاني يوم الصبح، مفروض يعني ده في مستشفى وبايت او ان هو جاي له عياده او حاجه، بيدي له ميعاد تاني يوم على طول العمليه، ان العيان بيجي له، الطبيب بيكشف الغطاء، يبتدي يفتح العين ويبتدي يطمن. الطبيب طبعا بيبص على حاجات معينه بقى تخصصيه، انه الجرح مقفول تمام والعدسه مكانها، يعني ساعات في بعض الاوقات بيكون العين شكلها صعب شويه من بره، منفخه، فيها حمار، في اثار كدمات مطرح البنج، بيبقى العين شكلها صعب جدا بالنسبه للعيان او لاهل العيان، ولكن دايما بنطمن الاهل والمريض نفسه ان مش مهم الشكل ده، دي كلها حاجات زي بالظبط كان حد اتخبط او حاجه، جرح، فالجرح ده بياخد وقت وبيختلف من عيان للاخر، لكن المهم في حاجات الدكتور بيبص على ان الجرح سليم، مفيش حاجه غلط او في حاجه خارجه من الجرح، او ان العدسه متزحزحه بعد الشر، او ان في بوادر التهاب لا قدر الله. زي ما بقول ساعات بيبقى المنظر شكله صعب جدا، ولكن المواضيع بتكون مطمئنه جدا، يعني كل حاجه احنا بنبص عليها او بندور عليها مطمئنه، فبالتالي كل الحاجات بقى تنفخه العين ولو في حمار ولو اي حاجه تانية شكلها غريب، كل ده ان شاء الله مع الوقت يعدي حتى لو طال شويه. يعني امور برضو كل عيان غير التاني وكل عمليه غير التاني. في عمليات اللي هي الاكسترا كاب اللي هي جراحه كله جراحه طبعا، بس في جراحه اللي هي فتح بالجراحي، وفي اللي هو الموجات الصوتيه بيكون الجرح اقل، وفي اللي هي بالموجات الصوتيه بمساعده الفيمتو ليزر، ويعني ممكن ترجعوا بقى لحملات في المايه البيضاء، في حلقات كتير عن المايه البيضاء هحاول احط لكم اللينكات، وبرده في نفس الوقت ترجعوا للفيديوهات اللي في القايمه بتاعه كلام طبي او عيوني. فنرجع لمرجوعنا، خلاص شلنا الغيار والحمد لله الطبيب طمن وكل حاجه. عين في الغالب بيتم الغيار عليها من جديد، يعني بعد ما الطبيب اطمن وكل حاجه بيبقى في علاج كاتبه للمريض يجيبه بعد العمليه على طول، يديله كده روشته فيها علاجين في الغالب، في الغالب اقل شيء قطرتين، ده اقل شيء، قطره مضاد حيوي وقطره مضاد التهاب او قطره كورتيزون، والقطره مش ميكس، بتكون قطره للمضاد الحيوي وقطره مضاد للالتهاب، يعني ده الحد الادنى. وهنتكلم بنحطهم ازاي. اوقات وده الاشيع برضو ان بيكون مضاف ليهم مرهم للعين، مرهم اللي بيتحط جوه العين، مرهم اللي هو عباره عن مضاد حيوي مع كورتيزون مع بعض عشان فتره بالليل، وساعات بيكون في قطره ملطفه، او القطره الملطفه دي ساعات بعد العلاج ما يخلص بقى، لان مش عايزين نزود قطرات، ولكن المريض في الغالب وخاصه برضو لو مريض ليزك بيكون محتاج قطره ملطفه بعد العلاج بفتره، يعني ممكن العين يمشي عليها مثلا 3 شهور او 6 شهور بعد العمليه قطره ملطفه، لان بيكون في جفاف بعد اي جرح في العين، بيبقى استعاده الاحساس 100% بياخد 6 شهور تقريبا، فبالتالي بيكون في حاجه لقطره ملطفه العين. ولكن في المرحله الاولى احنا بنتكلم دلوقتي على في مرحله، يعني عشان نكون عارفين كده، في زي مراحل مش هنقول حرجه، ولكن مراحل مهمه. اول اسبوع مهم جدا، الاسبوع اللي بعديه مهم ولكن اقل اهميه من اول اسبوع، بعدين الاسبوعين اللي بعد اول اسبوعين مهمين ولكن يعني مش زي اول اسبوعين، يمكن اول اسبوعين دول اهم اسبوعين، وبعد شهر خلاص بيكون في الغالب، في الغالب، وانا دايما بقول في الغالب لان ساعات ممكن يطول، يعني زي ما يقول صوابعك مش زي بعضها والعمليه مش زي بعضها، حصل مشاكل ما حصلش مشاكل، كان العيان حالته البدنيه، التئام الجرح عنده، عنده سكر ما عندوش، موضوع
كبير، فبالتالي بيكون يعني ممكن ندي كمان شهر ونص، لكن في الغالب من شهر لشهر ونص بيكون امور مستقره الى حد كبير. وحتى بعدها يعني هبتدي من الاخر، المفروض حاجه اقولها في الاخر خالص، ان في المرحله اللي بنعمل فيها للعيان نضاره، طبعا انا بتكلم على عمليه الميه البيضاء. طبعا العدسه اللي بتتزرع جوه العين مهما كانت دقيق القياس الى حد ما ممكن يكون في فروقات صغيره، مع ان دلوقتي في حاجه اسمها فيكو ريفراكتيف، يعني بقى في دلوقتي تطور في عمليات الميه البيضاء، بس يعني طبعا كل شيء بقى بتكلفته وثمنه واجهزته واستعداداته وعدساته، يعني قصه كبيره. بس فكره ان عمليه الميه البيضاء تتعمل كنوع من انواع الاستغناء عن النضاره ايضا، يعني هي عمليه تعتبر من عمليات تصحيح الابصار مع الميه البيضاء، لكن حتى الان مهما كانت العدسه ومقاسها مظبوط في الغالب بيكون في نضاره محتاجينها، ولو العدسه مش مالتي فوكال ممكن يبقى في نضارات عين. المهم المرحله اللي هي بعد، في بعض كلام بعد اسبوعين، ولكن انا شايف او في الغالب بيكون بعد شهر بيكون اضمن ان العين مستقره تماما. ممكن طبعا زي ما بقول بعد شهر ونص، ولكن هي الخلاصه ان احنا نحس ان العين مستقر. الموضوع ده مش قبل اسبوعين بعد العمليه، ويعني ممكن يوصل لشهر او حاجه بعد العمليه. ادي كده اخر نقطه. نيجي بقى للنقطه ايه التعليمات، وزي ما بقول دي التعليمات الاساسيه التي لا غنى عنها. ممكن بعض الدكاتره او المستشفيات يبقى عندهم بروتوكول يزودوا حاجات، وفي تعليمات خاصه لكل مريض على حسب عمليته ممكن تزيد، وعلى حسب حالته وعلى حسب نوع العمليه غير الميه البيضاء، ولكن حاجات شامله الكل. وزي ما بقول ممكن برضو طبيبك الخاص يقلل لك من اللي انا بقوله ده، يعني انا ممكن اكون مزود سنه، ولكن واحد كده يعني عمل العمليه ورموه على القمر وشاف الفيديو ده ان شاء الله باذن الله يعني يعدي منها على خير والتزم بالكلام ده، الامور تبقى بخير باذن الله وفي السيف سايد. لان احنا دايما بعد العمليه كل غرضنا برضو نكمل ما بداناه جوه العمليه، ان ما يكونش في تلوث للجرح، اما بندي بقى مضاد حيوي ان ما نديش فرصه لاي ميكروب او بكتيريا ان هي تحصل مشاكل جوه العين، مع ساعد بقى العين ان هي تلتئم وان خلاص تستقر باذن الله، ما يكونش فيه التهاب. عشان كده احنا بندي لقطره الكورتيزون انها تقلل عمليه الالتهاب دي. التعليمات كالاتي، دايما بنقول العيان حاول تبعد عن الميه في اول اسبوع. في بعض الدكاتره يقول لك كفايه اول يومين او ثلاثه، وخصوصا عمليه ميه بيضاء بالفيكو او يعني واتيفر. في بعض الدكاتره ممكن يقول لك لا خليها اسبوعين، ولكن في المتوسط نقول اسبوع. طبعا صعب ان الواحد يقعد اسبوع ما فيش دش ولا حاجه، بس يعني ممكن تاخد دش بعيد من الميه، مش عايزينها تخش جوه العين جوه الجرح، ولا يكون في هرش جوه العين، لان الهرش ده ممنوع منعا باتا ده اول شهر بقى، ويمكن يا ريت بلاش خالص. الهرش ده من الحاجات البايخه قوي في العين. احنا دايما نقول العيان حاول تبعد عن الميه مش اقل من 3 4 ايام، تفضل اسبوع، وبعد اسبوع ممكن تعيش حياتك في الميه زي ما انت عايز. مفيش هرش ولا شيل تقيل ولا اي نشاطات قد تعرض العين للخطر او للخبط او الحزق، ولا رياضات عنيفه ولا بوكس ولا الكلام ده كله. اول اسبوعين ده ما فيهوش كلام، يعني حتى لو هنعمل رياضه تبقى رياضات خفيفه، مشي جري، ما بيكونش في حاجه فيها حزق ولا شيل تقيل. حتى دايما بنقول حاول اللي عنده امساك اسهال ياخد ادويه على اساس مش عايزين اي حزق اي حاجه. زود ضغط اللي داخل، مش ضغط الدم، الضغط اللي جوه العين، الحزق والحاجات دي بيدخل، زود الضغط اللي من داخل العين، فممكن بعد الشر يعمل شد على الجرح، ممكن اي حاجه تحصل في الجرح. بالتالي ممنوع شيل تقيل، ممنوع اي مجهود بدني قوي. طبعا انا عارف في سؤال يعني ممكن يكون محرج بنتساله كتير ساعات، ولكن مفيش لا حرج ولا شيء. لفكره المعاشره الزوجيه دايما بنضحك مع بعض المرضى، يعني الموضوع مش لازم يكون عنيف يعني، ولكن الموضوع لو بالعقل ممكن الموضوع يكون مثلا بعد اسبوعين. يعني اول اسبوع يا ريت بلاش خالص اي حاجه من الكلام ده، ممكن من الاسبوع الثاني يكون في يعني على هادي. طبعا بالاحوط ان احنا نعدي كمان الاسبوع الثاني، والاحوط والاحوط شهر، ولكن طبعا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الفكره كلها ان الغرض ما يكونش فيه حزق، ما يكونش فيه شيل تقيل، ما يكونش فيه حاجه تزود الضغط اللي جوه العين فبالتالي يحصل اي حاجه. انا كل ده لسه بتكلم في التعليمات مش بتكلم في القطرات. طبعا برضو اول اسبوع لو في سيدات بتحط المكياج او اي حاجه نبعد عن الكلام ده كله، ممكن تاني اسبوع ممكن وممكن، لكن اول اسبوع بتاتا لا. وزي ما قلت البعد عن الميه، يعني سباحه، نط في بيسين، الكلام ده اول اسبوع ممنوع تماما، لكن ممكن من الاسبوع الثاني او بعد الاسبوع الثاني برضو يكون احوط زيه زي الدش، ولكن الدش طبعا اهون شويه لان مفيش غمر قوي، يعني مش زي الحمام السباحه. ولكن الهرش طبعا نبعد عنه تماما لاول ولا تاني اسبوع ولا بعد شهر، نحاول بقدر الامكان نبعد عن الهرش تماما لغايه ما الامور تستقر. يعني ده مهم جدا الهرش ده سواء بعمليه او من غير عمليه. التنبيهات المهمه، طبعا الهرش في الليزك ممكن يكون في تنبيه اكتر من ان مفيش هرش خالص في الليزك، حتى يمكن اكتر من الميه البيضاء. وعلشان كده حتى الليزك دايما بيبقوا لابسين شيلدز، ان ما ينفعش حتى هو نايم لا قدر الله يفرك حتى في العين ولا حاجه غصب عنه كده، هو نايم ممكن يبقى لابس الشيلد دي علشان بعد الشر نفلاب. ويعني يعني ارجعوا لحلقات الليزك الموضوع بيكون دقيق شويه، فيعني مهم جدا الموضوع ده ان مفيش هرش. في بعض العمليات بتاعه الشبكيه بيكون في حاجه اسمها حقن الزيت سيليكون، يعني ممكن في بعض الاوقات الطبيب
الطبيب يطلب اوضاع معينه للمريض زي كانه يبص لتحت او كانه نايم على مكتب، يعني في بعض الاوقات على حسب ما هو عايز زي ما نقول الزيت ده يعمل ضغط على بعض اجزاء الشبكه، يعني بدون يعني تفاصيل زياده. اللي انا بتكلم عليه ان في بعض التعليمات الخاصه اللي ممكن تتقال لكل مريض على حده على حسب نوع العمليه، وفي بعض الحاجات على حسب حاله العيان، وفي حاجات على حسب بروتوكول الطبيب وحاجات كتير. طبعا الاحساس بالشكشكه او احساس بالحرقان او احساس بوجع او غباشه، الكلام ده كله طبيعي يحصل اول العمليه. كل ما الوقت بيعدي الامور بتتحسن باذن الله. نتكلم كمان عن القطرات او العلاجات، هم قطرتين ومرهم، ده زي ما بقول اقل حاجه. القطرتين قطره مضاد حيوي وقطره كورتيزون او مضاد التهاب. قد ايه كل طبيب بيفضل؟ لن يقل عن 3 او 4 مرات في اليوم، ولن يزيد عن 6 مرات. هو في الغالب احنا بنسهلها على العيانين، نقول مثلا 5 مرات او عند كل صلاه، يعني كل ما العيان رايح يصلي يفتكر ان هو يحط قطره، دي بتكون سهله جدا. ونقول له ساعه النوم، لان في بعض العيانين لما بتقول لهم مثلا كل 6 ساعات ولا حاجه يظبطوا المنبه ويصحوا من النوم يحطوا قطره، فبنقول لا. احنا عشان كده بنقول ويفضل ان يتكتب مرهم اللي هو مضاد حيوي مع كورتيزون، يتحط جوه العين بيتشد الجفن ويتحط جوه الجفن بتاع العمليه، بحيث ان خلال النوم يكون المرهم بيقوم بعمل حمايه العين سواء كمضاد حيوي او كمضاد التهاب. العلاج ده بيستمر قد ايه؟ الموضوع ممكن اول اسبوعين بيكون مكثف زي ما بقول 5 مرات ومره قبل النوم مرهم، وبعد كده ممكن يتقلل تدريجيا، يشيل المرهم، يعني على حسب بقى المتابعه. العلاجات برضو اكيد بيكون في مسكن للالام، اي نوع من انواع المسكنات المعروفه الشهيره، كل دكتور او كل عيان، يعني ساعات حتى بنقول للعيان المسكن اللي انت بيريحك، لان مش كل عيان بيتفاعل مع كل مسكن زي التاني، يعني في ناس هو عارف يقول لك ان الدواء ده ما بيعملش معايا حاجه، فالمسكن اللي انت معروف اللي حاسس ان انت بتستريح عليه بنفضل حاجه، ونقول العيان لو انت تفضل شيء اخر مفيش مشكله عند اللزوم. طبعا في اول برضو يومين ثلاثه ممكن بناخده كده كده كل 8 ساعات، مش حكايه عند اللزوم وبس، لان في الغالب ممكن يكون في الم مسكنات بالفم مع القطرتين والمرهم. وزي ما بقول بعد الشهر او بعد الاسبوعين بعد ما بنسحب القطرتين والمرهم ممكن ندي قطره ملطفه للعين يفضل العيان يكمل عليها، علشان في الغالب بيبقى في جفاف للعين بعد العمليات، فممكن يكمل عليها 3 شهور 6 شهور على الاقل، بحيث ان عينيه تبقى مترطبه لغايه يرجع طبيعي. ولو ان دلوقتي اساسا اغلب الناس ماشيه بقطرات ملطفه من الجفاف والجو اللي احنا عايشين فيه. نيجي للمتابعه امتى؟ في الغالب المتابعه بيكون اول اسبوع، الا ما يقوله طبيب المعالج او حسب ما بيشوفه او على حسب كل متابعه ممكن تحدد ميعاد المتابعه الجايه. الجدول ده اللي في الغالب، لكن كل دكتور ليه تفضيل. الغالب بيكون في متابعه اول يوم بعد العمليه على طول، ممكن دكتور بعد كده يقول اشوفك مثلا كمان اسبوع او كمان 3 4 ايام، يعني ممكن خلال اول اسبوع يكون في المتابعه المتابعتين، وبعدين بعديها باسبوع او اسبوعين عشان النضاره، يعني بعد ما يكون خلص شهر. لو هنتكلم اول شهر هو بالظبط اول يوم، اسبوع اسبوع اسبوعين، ويتعمل النضاره اخر الثلاث اسابيع او الشهر، ده في الغالب اللي بيحصل، الا لو في اي حاجه الدكتور شايفها وهو بيتابع العيان ساعتها الموضوع بيكون مختلف. اللي انا قلته ده الحاجه الاساسيه العامه، وخاصه ما يخص في الميه البيضاء وزرع العدس. اتمنى يا رب ان خلال الثلاث حلقات دول اكون عيشت العيان او اي مريض مقبل على الموضوع ده او في منتصفه او اخره، اكون عيشته جو الموضوع كله من زي ما بنقول من طقطق لسلام عليكم، ان شاء الله باذن الله ربنا يا رب يشفي كل مريض ومحدش يحتاج اي حاجه. ولكن يا رب اكون ما نسيتش اي حاجه، انا حاولت بقدر الامكان اوصل كل حاجه واعمل معايشه للموضوع من اوله لاخره، يا رب اكون نجحت فيه ويا رب الموضوع يكون مفيد للجميع. زي ما دايما بقول بصوا على بقيه الفيديوهات في القناه، مش بس فيديوهات عن طب العيون، حاجات كتير بنتكلم على كوره وحاجات كلام عن حاجات كتيره. اتمنى يا رب تكون دايما قناه ممتعه ومفيده، ما تنسوش تعملوا اشتراك لو القناه لقيتوها عجبتكم ومفيده بالنسبه لكم. ربنا يدينا العمر والصحه، ونشوف بعض على خير الحلقه الجايه او اللايف الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.